بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتيسر بها المطلوب وتصلح بها القلوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه وكل من إليه منسوب. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان من هو دائم لا يسهو، سبحان من هو قائم لا يلهو، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان من خضع كل شيء لسلطانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان، وأرحب أيضا بكل المتابعين الجدد الذين انضموا لقناة أسرار أسماء الله الحسنى، فأهلا وسهلا بكم. أقدم لكم إن شاء الله في هذه الحلقة وردا عجيبا لكل مظلوم، لانكشاف الحقيقة ولظهور البراءة، فتابعوا معي على بركة الله هذه الحلقة الجديدة. فإذا كنت متهما ظلما وزورا في أي أمر أو أي قضية، أو إذا تعرضت لمؤامرة جعلتك تدخل في دوامة لا نهاية لها ولا تعرف كيف تخرج منها ولا كيف تبرئ نفسك، فتمسك بهذا الورد الجليل والتزم به كما سأشرحه بالتفصيل، وبإذن الله تعالى ستظهر الحقيقة وينكشف العدو وينفضح المستور والمغيب عنك بطريقة لم تخطر ببالك على الإطلاق. فهذا الورد هو من مجربات الصالحين القاطعة لنصرة المظلوم الذي شوه الأعداء سمعته، ولظهور الحقيقة وانكشاف المؤامرات. يعني يكفي فقط صدق التوجه لله واليقين برحمته. والطريقة على بركة الله هي كالآتي: تختلي بنفسك في غرفة لوحدك في أي وقت ليلا بعد صلاة العشاء، وهنا أركز أي وقت بعد صلاة العشاء، ويجب أن تكون على طهارة ووضوء وتجلس مستقبلا القبلة وتقرأ ما يلي بنية ظهور الحقيقة على الملأ. تبدأ على بركة الله بقراءة سورة الفاتحة 3 مرات مع البسملة في كل مرة، ثم بعدها تقرأ سورة الزلزلة 3 مرات أيضا مع البسملة في كل مرة، ثم بعدها تقرأ سورة الفيل 23 مرة لكن ببسملة واحدة فقط عند قراءة السورة في المرة الأولى، ثم بعدها تصلي على النبي بصيغة الإبراهيمية، وهي صيغة طبعا معروفة، تصلي على النبي 11 مرة، ثم بعدها تذكر يا حكم 68 مرة، وطبعا الحكم هو اسم من أسماء الله الحسنى، وبعد أن تنتهي من ذكر هذا الاسم تقرأ هذا الدعاء: يا الله يا حكم، أستغيث بك وحدك وأستعين بك وحدك وأتوكل عليك وحدك، سبحانك لا شريك لك، أنت الواحد القهار، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا جبار السماوات والأرض، أناديك يا سميع، أناجيك يا عليم، أتوسل إليك يا خبير، وأستغيث بك يا مجيد، وأدعوك يا مجيب، بيدك الأمر كله، فالقضاء قضاؤك، والحكم حكمك، والعبد عبدك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني أناديك بالحق، وأصرخ بالحق، فاحكم بالحق، إنك خير الحاكمين، ربي اقض بيننا بالحق، يا نور السماوات والأرض، يا من هو نور على نور، أنير بصري وبصيرتي، وحقق مرادي، وبلغني غايتي، وسدد رمايتي، يا رب العالمين. اللهم أظهر الحق ظاهرا جليا منيرا وسراجا وهاجا مضيئا،
ربي أستغيث بك لنصرتي وظهور الحق، وكفى بك وكيلا، وكفى بك وليا، وكفى بك نصيرا. تختم مجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بأي عدد شئت وبأي صيغة شئت، ثم تقوم من مكانك. مدة هذا الورد من 7 أيام إلى 15 يوما دون انقطاع، والمدة طبعا حسب القضية وحسب حاجتك وصعوبتها، وبإذن الله تعالى ستجد النصرة والتأييد من الله إذا كنت مظلوما فعلا. وفي معظم الحالات المجربة الاستجابة سبحان الله تأتي خلال 7 أيام الأولى بتدبير قوي من الله عز وجل سبحانه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم للقناة. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.